زي ما احنا عارفين ان من الساعات الاولى في صباح يوم الاثنين الماضي العاصفة دانيال كانت بتتشكل على الحدود المصرية الغربية تحديدا، عشان كده المحافظات الساحلية بتشهد حالة من الطوارئ لمواجهة اي تداعيات لهذه العاصفة وكمان التعامل معها بشكل فوري في حالة هطول امطار. صحيح أحمد، فبالتالي كان في الأسكندرية تم رفع حالة الاستعداد الكامل وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات شبكة الصرف. أيضا في مطروح تم اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ. حالة من الطوارئ شهدتها المحافظات الساحلية استعدادا لسقوط الأمطار ضمن تداعيات العاصفة دانيال. في الإسكندرية تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي استجابة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 أو 50 كيلومتر في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتشهد المحافظة أمطاراً خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً. ولذلك تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات شبكة الصرف بداية من الشنايش والمطابق حتى بيارات محطات الرفع والمعالجة، مع انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية. كما تم التنبيه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار. وفي مطروح تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مثل الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري لضمان سرعة رفع المياه التي تعيق حركة المرور. وتقرر منع خروج رحلات اليخت والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي حرصاً على سلامة المواطنين من أهالي مطروح والمصطافين وتجنب أي خسائر في الممتلكات أيضاً.